يذكر أن هذا المعرض شارك فيه أكثر من 4500 شركة من 185 دولة مختلفة حول العالم. طبعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا أو تنضم إلينا المدير التنفيذي لبالتريد السيدة رواء جبر. أهلا بك سيدة رواء. سيدة رواء هل تسمعيني؟ طبعا ممثلو الشركات المشاركة في هذا المعرض اعتبروا في الذي شارك فيه طبعا مئات من الشركات العربية والعالمية اعتبروه فرصة مهمة لزيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية. معنا عبر الهاتف المدير التنفيذي لبالتريد السيدة رواء جبر. أهلا بك. أهلا بك، سعد أوقاتك. مساء الخير سيدة رواء، يعني لو تحكينا في البداية عن مشاركتكم، من خلال مشاركتكم في معرض جولف فود في دبي، كيف كانت؟ مركز تجارة فلسطيني بالتريد، المؤسسة الوطنية لترويج الصادرات الفلسطينية، نعم، تأتي هاي المشاركة هي وعددها من الجدير بالذكر أنه عددها المرة 18 على التوالي اللي بتنظم في بالتريد المشاركة في معرض جولف فود، عقد في إمارة دبي خلال فترة من 13-17 مارس 2022. نعم، لو تحكي لنا تفاصيل أكثر، كم شركة فلسطينية ساعدت أو ساهمت عفوا وشاركت في هذا المعرض، ومن أي قطاعات أيضا؟ مشاركة فلسطين للمرة 18 على التوالي ضمن سنة 2022 كانت مشاركة مميزة، حيث ضمت 14 شركة فلسطينية تمثلت في مختلف بقطاع الغذائي والزراعي، وكان عدد الشركات المشاركة 14 شركة فلسطينية تحت الجناح الفلسطيني. طب هل هناك كانت أي نوع من الصفقات التي تمت من خلال هذا المعرض؟ هل هو عبارة عن فرصة للصناعات الفلسطينية لتدخل الأسواق العالمية؟ نعم صحيح، النتائج الأولية كانت جيدة جدا. تم خلال فترة المعرض لفترتها 5 أيام تم عقد أكثر من 3250 لقاء مع الـ 14 شركة، 210 لقاءات كانت منهم على لقاءات جدية، كان عدد الصفقات 35 صفقة، والقيمة الأولية اللي قدرناها كانت 2.5 مليون دولار، ولكن الجدير بالذكر أنه دائما عدد الصفقات المحتملة أو الفيدباك اللي بتيجي من المعرض بتيجي بعد فترة انعقاد المعرض بشهر شهر ونص، هذه الاحتمالات الأولية للقاءات اللي تم عقدها خلال فترة المعرض. كيف كان الإقبال المشاركين والمواطنين والزوار لمعرض أو لجناح فلسطيني في المعرض؟ جناح دولة فلسطين في هذه المشاركة كان جدا مميز، لأنه وجود البافليون الفلسطيني كان في القاعة الرئيسية. الدول المحيطة بالبافليون الفلسطيني كانت الإمارات، السعودية، عمان وماليزيا، فكان الإقبال على القاعة الرئيسية إقبال كبير، وهذا زي ما حكينا قبل أنه عدد لقاءات كان حوالي 3250 لقاء. الديزاين الفلسطيني، العلم الفلسطيني كان هو الثيم الرئيسي الموجود للبافليون الفلسطيني. عدد الزوار للمعرض تجاوز تقريبا من 100,000 زائر للمعرض ككل من مختلف دول العالم. والجدير بالذكر أيضا أنه بناء المشاركة كانت المرة عدد الزوار أكبر، لأنه في المرات السابقة كانت ضمن جائحة كورونا كان المعرض خجول، فالمشاركة في هاي السنة كان الإقبال عليها أكبر. طب سيدة رواء، كيف كان حضور المنتج الفلسطيني يعني بين هذه المنتجات العالمية الأخرى؟ هل كان هناك فعلا يستحق هذه المنافسة إلى جانب الشركات العالمية المشاركة في المعرض؟ وجود ال 14 شركة الفلسطينية اللي تحت
القطاع الغذائي والزراعي كان أول إشي متنوع، فكان نعم. في عنا تمور، كان في عنا شركة من غزة بتشارك لأول مرة، كان في عنا سناكس من صناعات غذائية بالإضافة لشركات أخرى من منتجات زيت وزيتون وألبان وأجبان، منتجات فريش بالإضافة للبوظة كمان كانت حاضرة ضمن المشاركة. منتجات الفلسطينية بتتميز بالتنافسية العالية لما تعكسه من الجودة في المشاركات بالمعارض الخارجية. فالإقبال كان رائع، وأهمية إحنا مشاركتنا كمركز تجارة فلسطيني ضمن البافليون الفلسطيني بيعكس تمكين علاقات اقتصادية وتجارية بين فلسطين ودول العالم. والهدف إنه إحنا نفتح أسواق جديدة أمام هاي الشركات المحلية ونعزز من تواجد المنتجات الفلسطينية فيها. سيدة رواء، أخيرا أنتم كبال تريد دوركم في مجال دعم المنتج الفلسطيني، دوركم في ضمان مشاركة الصناعات الغذائية الفلسطينية حول العالم، هل هناك أي خطط مستقبلية؟ هل هناك أي معارض أيضا تنتظر المنتجات الفلسطينية خلال هذا العام؟ نعم، ضمن استراتيجية بالتريد لهي السنة العام 2022 في عنا تواجدنا رح يكون في على أكثر من 10 معارض، أربعة منهم رح يكون غذائي. حاليا طاقم بالتريد بتوجه غدا صباحا إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في معرض فودكس واللي رح يضم 8 شركات فلسطينية رح يشاركوا. تواجدنا راح يكون في عدة دول مثل ماليزيا، أمريكا، فرنسا، ألمانيا. هذه المعارض الغذائية راح نتواجد فيها في عام 2022. دائما بالتريد بحرص على التنوع في التواجد بالمعارض، سواء معارض متخصصة كبيرة أو معارض متخصصة لمنتجات معينة، لنحرص أنه المنتج الفلسطيني يضل حاضر في هاي المحافل التجارية المهمة حول العالم. شكرا لك المدير التنفيذي لبالتريد السيدة رواء جبر، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.